مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة من Property Yours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. ومثل العادة رح يكون في تنويع بالعقارات لنرضي كل أذواقكن. خليكن معنا. كتار منكن عم ينبشوا على بيت دوبلكس فخم بمنطقة مرتبة. اليوم جينا على عوكر لنعرفكن على دوبلكس للبيع ببناية جديدة على شكل فيلا. هالدوبلكس مساحته 560 متر مربع وتابع له 90 متر مربع تراس بيطل على فيو ما بيتسكر عليه. دوبلكس موقعه على آخر طابق من هالبناية، جديد وجاهز للتسليم. بلاط رخام بالأرض، شفاج على الميزوت، سبليت يونت AC كونسيلد بقلب السقف. أول طابق من الدوبلكس مؤلف من 4 ريسبشن أرياز: مطبخ، تواليت للضيوف، غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم ماستر. وحدة من هالغرف النوم تعتبر الماستر الأساسية وتابع لها ووك إن كلوزيت. طابق الروف لهالدوبلكس مؤلف من غرفة قاعدة كبيرة وغرفتين نوم ماستر بيطلعونا على تراس بمساحة 90 متر مربع بيطل على فيو ما بيتسكر عليه. الدوبلكس اللي شفناه ببناية كتير فخمة، مجهز ليركب له شومينيه، غرف النوم مجهزين بباركيه، المطبخ عم يتسلم حسب طلب زبون. تابع لهالدوبلكس 3 باركينج أندرغراوند وأكيد كاف بمساحة 30 متر مربع. بعوكر بمنطقة كتير مرتبة، 560 متر مربع سكن مع 90 متر مربع تراس بيطل على فيو صوب بيروت والبحر والجبل ما بيتسكر عليه، للبيع بمليون و 400 ألف دولار. إذا كان عندكم رغبة تبيعوا البيت يلي ساكنين فيه، رح أعطيكم كم نصيحة بتساعدكم إنه تبيعوا البيت بطريقة أسرع، مثل تحكوا قدام القرايب والأصحاب، تقولوا للجيران وسكان البناية وخاصة الكونسييرج. كمان ما ننسى أهم شيء إنه ترتبوا البيت، ضبوا الأغراض الشخصية يلي عندكم وخففوا شوي من الفرش. أبارتمنت للبيع على روف بناية عمرها 15 سنة. هالأبارتمنت موجودة بمنطقة بيت الكيكو المتن على طرف مزرعة يشوع وقريب كتير من الطريق العام. مساحة هالشقة من جوا 260 متر مربع، وبما أنه هالشقة أخذ كل روف البناية مع 140 متر مربع تراسات داير من دار. من جوا مقسمة لصالونات مفتوحين على بعضهم، داينينج روم وتي في روم منفصلة، تواليت للضيوف، مطبخ مع غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر. شقة من جوا إلا بلاط رخام، مجهزة بشوفاج على الميزوت، سبليت اير كونديشن يونتس بكل البيت. بما إنه هالشقة موقعة على كل روف البناية بتتميز بفيو 360 درجة. قسم من هال 140 متر مربع تراسات يلي حكينا عنهم هو تراس شقفة وحدة بمساحة 90 متر مربع، مبلط، برجولا حديد، إنارة، قاعدة حلوة كتير، بتطل على البحر وعلى الجبل. 260 متر مربع شقة سكنية بمنطقة بيت الكيكو مزرعة يشوع على روف بناية عمرها 15 سنة، مجهزة بسبليت اي سي يونتس وشوفاج واثنين باركينج وثلاث غرف نوم وحدة منهم ماستر، للبيع ب 485 ألف دولار. نحن بالمتن وعلى ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر وتحديداً بمنطقة دهور صليمة لنتعرف على مشروع فيلا السكني للبيع تحت اسم تلة الصنوبر. مشروع تلة الصنوبر مؤلف من 17 فيلا
فيلال دوبلكس بمساحة 235 متر مربع وتريبلكس بمساحة 320 متر مربع. كل فيلا بمشروع تلة الصنوبر ملبسة صخر، بتتميز ببلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين بالسقف للإندايركت لايتينج وإمدادات للهيتينج والإير كونديشن يونتس، بالإضافة لبرايفت جاردن لكل فيلا بمساحة 200 متر مربع تقريبا. بالمتن وبمنطقة ظهور سليمة، تلة الصنوبر مشروع فيلال under construction بيتسلم بخلال سنة 2016. فيلال بمساحة 235 متر مربع دوبلكس ب 300,000 دولار، وفيلال بمساحة 320 متر مربع تريبلكس ب 450,000 دولار. منطقة تلال عين سعادة، شقق سكنية فخمة للبيع ببناية عمارة كتير مرتب، شقق من جوا مساحاتهم 215 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بالإضافة لتي في روم، مطبخ، تواليت للضيوف، وغرفة خادمة وحمامة. شقق بتلال عين سعادة جاهزة للسكن، وال215 متر مربع مقسمة بطريقة كتير ذكية. مواصفاتها بتتضمن بلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين، شوفاج على الميزوت، وكيرتن جلاس بالريسبشن ارياز مطل على فيو مميز. هاي اند فينيشينج بأداء التفاصيل، available للبيع شقة مع تراس، شقتين دوبلكس، كل شقة لها 2 باركينج وستورج روم، 215 متر مربع بتلال عين سعادة، بيتميزوا بفيو صوب الجبل وصوب البحر، 3 غرف نوم مع تي في روم، جاهزين للتسليم حاليا ب 2000 دولار بالمتر. شقق سكنية للبيع بمنطقة مزهر أنطلياس بقلب بناية جديدة جاهزة للتسليم. هالبناية مؤلفة من 8 شقق سكنية، كل طابق شقتين، وكل شقة مساحتها 200 متر مربع. كل شقة ببناية مزهر أنطلياس مقسمة بطريقة ذكية، 2 ريسبشن ارياز وتي في روم، تواليت للضيوف، مطبخ مع غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. كل شقة تابع لها هيتر على الميزوت، تمديدات للإير كونديشن، شاترز على الكهرباء، أندرغراوند باركينج مع ستورج روم. بمنطقة مزهر أنطلياس 200 متر مربع شقق سكنية سامبلكس، حتى منهم available مع تراس أو دوبلكس، بثلاث قوض نوم وتي في روم، حالياً starting price 1500 دولار بالمتر. إذا عم تفتشوا على شقة بسعر كتير مميز وبمنطقة فخمة وشارع كتير رايق، ما إلكن غير سام بيلدينج بمنطقة عوكر البلفيو. سام بيلدينج بناية جديدة جاهزة للتسليم، ومؤلفة من 6 شقق سكنية تتراوح مساحاتهم من 200 ل 300 متر مربع. أول شقة بالسام بيلدينج هي طابق كامل على السوسول،
مؤلفة من 260 متر مربع شقة سكنية، 100 متر مربع غرفة تابعة لهالشقة على نفس الطابق، و200 متر مربع تراسات وجنينات. تاني شقة بسام بيلدينج مؤلفة من 210 متر مربع سكن وتابع لها برايفت باركينج من خلال بوابة على الكهرباء على نفس الطابق بمساحة 140 متر مربع. الشقة الثالثة بالبناية هي على الطابق الأول ومساحتها 200 متر مربع، وآخر طابق هي دوبلكس بمساحة 300 متر مربع. مثل ما ذكرنا، سام بيلدينج على شارع كتير رايق بمنطقة عوكر بلفيو، كل شقة مجهزة بإمدادات للشوفاج وللإير كونديشن، ومجهزة بسولر باور لتأمين مي سخنة. كل شقة بتتميز بمنظر نهائي ما بيتسكر عليه. بمنطقة العوكر بلفيو مساحات من 200 لل 300 متر مربع، أسعار من 380 ألف دولار لل 440 ألف دولار. انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية العقارية الوافدة إلى لبنان 83.2 مليار دولار مقابل 67.3 مليار دولار بالعام الماضي، ليحتل لبنان المرتبة الخامسة بين دول منطقة غرب آسيا. وأكد بعض الخبراء العقاريين أن هالتراجع بيعود لانخفاض محفظة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع العقاري بظل التوترات السياسية والأمنية اللي سادت بلبنان وسوريا. واستحوذ لبنان على حصة 40.6% من مجموع الاستثمارات الوافدة للمنطقة و 0.20% من مجموع الاستثمارات الوافدة على صعيد عالمي. بدي أذكر أنه كتير المشاهدين عم يبعثونا طلباتهم على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com أو عم بيتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيمر على الشاشة ليستفسروا أكثر عن العقارات اللي عم نعرضها ضمن برنامجنا، أو كمان لطلب عقارات ذو مواصفات معينة. لهالسبب رح نعلن عن كل هالطلبات ضمن برنامجنا، وفي حال متوفر عندكم العقار المطلوب اتصلوا فينا. ومن العقارات المطلوبة فيلا بالمتن بحدود 500 متر مربع سكن بمنطقة قرنة شهوين، عين عار وبياضة. فيلا بالمتن أيضا مطلة على البحر بمناطق بحرصاف، ظهر الصوين، بيت مري، برمينة وبعبدات. ومطلوب أيضا شاليه فخم على الجازون بمسبح بيك السروين، مساحته بال 150 وال 200 متر مربع. وكمان مطلوب فيلا بمنطقة جبل لبنان علي سوق الغرب وحمينة. نحن ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم، وأكيد فيكم ترجعوا تحضروا كل حلقات بروبرتي yours على mtv.com.lb/programs. أنا بودعكم، وإلى اللقاء بعقارات متنوعة وأخبار عقارية جديدة يوم غد وبنفس الوقت. تصبحوا على خير.